أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على المضي قدما باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تعزز جهود المملكة في مكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مملكة البحرين سباقة في خطواتها التي باتت اليوم محل الإشادة من المنظمات الدولية في المحافل الصحية العالمية. جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا إلى وحدة العناية المركزة الميدانية الكائنة في المستشفى العسكري، بحضور اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية، وذلك في إطار الجهود المبذولة والمستمرة للتصدي لفيروس كورونا وللوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق أعلى المعايير. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة خلال جولته التفقدية أن الخطط الاحترازية والاستراتيجية الوقائية والرقابية التي يتم العمل على تنفيذها على وجه السرعة، والتي من بينها العمل على تخصيص هذا المستشفى الميداني، تأتي في إطار السعي إلى تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهادفة إلى استمرار التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة. وثمن معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة ثمن الدعم المتواصل من لدن جلالة الملك المفدى، كما رفع معاليه الشكر إلى سمو رئيس الوزراء الموقر وإلى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على متابعة سموهما الدائمة لكافة الجهود المبذولة لفريق البحرين الواحد لتعزيز صحة وسلامة الجميع. وفي هذا الإطار اطلع معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة خلال الزيارة على شرح مفصل عن مشروع المستشفى الميداني الذي سيدار من قبل المستشفى العسكري، ويضم 130 سريرا للرعاية المركزة للحالات الحرجة الناتجة عن فيروس كورونا، والذي تأتي ضمن استعدادات الفريق الوطني لضمان توفير كافة المستلزمات للتصدي لأي حالات. كاشفا معالي في هذا الصدد بأن مملكة البحرين ستوفر 500 سرير مخصص للرعاية الحرجة موزعة في مختلف مناطق المملكة، وتقديم العلاج اللازم بها متى ما استدعت الحاجة بناء على التطورات. من جانبه كشف اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية عن تجهيز 100 سرير للعناية المركزة للمستشفى الميداني الذي شيد في سترة، منويا بأنه سيتم تزويده بأفضل الأجهزة أسوة بوحدات العناية الأخرى، وسيكون على مستوى عال من الخدمات والتقنيات. وأوضح اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي قائد الخدمات الطبية الملكية بأن المستشفى سيدار من قبل كوادر صحية متخصصة يشمل كافة المستلزمات، وسيتم تجهيزه في وقت قياسي وفق أفضل المواصفات والمعايير الطبية، كما ويتم تدريب 650 من الكادر الطبي في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية، ويتم بشكل أسبوعي تدريب كوادر مختلفة. الحقيقة احنا دائما يعني سباقين على مسألة الكورونا، وكيعني مستعدين لها في أسوأ الحالات، وهذا أكبر دليل عندنا. الحقيقة عندنا 130 يعني ICU bed إن شاء الله ما نحتاجها، لكن احنا الحقيقة دائما يعني نحط لكل الاحتمالات. فالحمد لله بإرشاد يعني سمو العهد كل شيء صار في مدة أقل من 7 أيام، وكما تشوفون يعني هذه مستعد لأعلى مستوى من الخدمة في يعني الحثيثة في الاي سي يو موجودة عندنا، وإن شاء الله يعني مثل ما قلنا ما نحتاجها، لكن لو احتجناها موجودة. الفكرة جات هذه تقريبا من 9 أيام، من تقريبا أول أبريل، وبتوجيهات من سمو ولي العهد والرئيس مجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة. ابتدى العمل تقريبا الخميس اللي فات في تجهيز هذه المحل كعناية مركزة. كان عدد الأسر اللي يستحملها المكان 130 بيد سرير، فاحنا عملنا صراحة ليل نهار ما قصروا، كل الفرق شاركت من المستشفى العسكري ومن خارج مستشفى الكونتراكتر في إنجاز هذا العمل في زمن قياسي أسبوع واحد. وإن شاء الله في يعني احنا الله ما يحوجنا له، لكن هذه كإجراء استباقي واحترازي لأي تطورات في المستقبل يكون احنا جاهزين لها.
في مشروع ثاني بنبتدي في يمكن الأسبوع الجاي، وهو تجهيز تقريبا 100 سرير عناية مركزة في مستشفى الميداني في سترة، وهو يعتبر تقريبا بنفس هذه المستوى. هذه الفكرة جات الصراحة ان احنا كان عندنا عدة تحديات في شلون نوصل الأكسجين للمحل، فاخترنا المحل اللي قريب يم المستشفى العسكري، وجميع الإمدادات صارت من الأكسجين من الكهرباء من هاي كانت متوفرة، وهذه ساعدتنا على سرعة إنجاز هذا المشروع. أول شيء نحمد الله نحن في وطننا البحرين الغالي تحت قيادة رشيدة اللي توفر أفضل خدمات طبية للمواطنين والمقيمين. هذه الوحدة اليوم اللي شفتها فيها 130 سرير، وحدة عناية قصوى كاملة، ضعفت الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية القصوى في المستشفى العسكري تقريبا بأكثر من 1000%. يعني احنا عندنا حوالي 11 سرير، احنا عندنا 130 سرير إضافي. هذه ال 130 سرير الإضافية راح تخدم فقط مرضى الكوفيد 19 أو الكورونا، وتحتوي يعني يحتوي القسم على كافة الأجهزة من أجهزة مراقبة، أجهزة تنفس، أجهزة غسيل كلى، أجهزة إكمو والعديد غيرها. عندنا طبعا طاقم طبي مدرب كامل من 18 طبيب عناية قصوى، بالإضافة إلى 40 طبيب مساند و250 ممرضة تم تدريبهم جميعا في مركز سمو ولي العهد للبحوث والبحوث الطبية والتدريب. فضلا من الله والقيادة الرشيدة، توجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات معالي الفريق طبيب الدكتور محمد بن عبد الله الخليفة رئيس مجلس الأعلى للصحة، وسيدي اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي الخليفة قائد الخدمات الطبية، وفريق عمل اللي اجتهد لتنفيذ مشروع في فترة زمنية وجيزة جداً.